عندنا تورنوا نحبوا برشا. الحقيقة عملت عليها باش نجيب التيتر، إن شاء الله مرة جاية نكون حاضرة وخير. أكيد حاجة مثالة باش واحد يحصل في الفينال، مي نطمح باش نعمل برشا حاجات باهيين. هذه بداية برشا خدمة، خاطر نتصور العوام الأخرين كما شفتوا برشا دي تيتر جاو، وسختو يعني مدريد روما عاونوني ناخذ ثقة أكثر في روحي. بداية برشا حاجات باهيين، هذيك الحاجة نجم نقولها سور. أنا بنت الشعب الحقيقة، ودونك حبيت الحقيقة نخرج ديريك كيما الناس الكل. لفيت اللي نشوفكم ونشوفكم فرحانين، يعني زيد يقويني ونخدم على روحي أكثر. مكتشوف العباد جاية من البلايس الكل، وحاجة فريمون تشرفني كنت نعيش فيها الحكاية كيما تقول فيرتويل شوية، خاطر ما نجمش نكون نون كونتاكت مع توانسة كيما هكاكا. مزيدة عطيهم مزيدة توانسة اللي جاو بارتو في العالم، مدريد، برلين، باريس، لندرا، ديما حاضرين. هذه حاجة تشرف وتشرف توانسة الكل. أكيد كيما نقول وديما نقول في الإعلام البرة، ديما أنا مانيش نلعب روحي، نلعب التونس كاملة. مشاركة طيبة الحقيقة، نحب نكمل نطمح أكثر. والحقيقة النتائج بدأت بها من مدريد، روما، سيزون تربتيو عاونتني باش ناخذ ثقة أكثر في روحي باش نوصل أكثر، سورتو في ويمبلدون اللي سيرفاس نحبها برشا. ما كانش تورنوا ساهل كما تعرفوا، ماش نقاط وكل شيء، مي الحمد لله فرحانة بالإنجاز هذا، وأكيد متأكدة إن شاء الله نهار آخر باش نفوز بتيتر غران شلام. نلعب تحت درابو تونس، هذه مسؤولية كبيرة من قبل، نحاول باش نعمل اللي عليا باش نزيد فريمون نشرف التوانسة البرا. راك تعرف تنس بوليس أكيد، مرة تونسية مرة العربية، نحن نطمحوا برشا الحقيقة، وتعرف احنا قويين برشا، وإن شاء الله نزيدوا نكملوا هكاك كل سواء في التنس ولا في أي مجالات أخرين، وإن شاء الله كان أي مرة تسمع فيه ربي معاك وربي يوفقك. بريسيون بي أكيد باش تخلي نزيد نخدم أكثر على روحي، باش يوري قداش التوانسة ينجموا يشجعوك وينجموا يخليوك تزيد تطمح أكثر الحقيقة. الحب هذا ديما الحقيقة من قبل مع التوانسة، بيان سور أكثر العباد ولات تبع فيها، وهذا شرف لي أنا، وإن شاء الله نكمل هكاك توا بيريود صغيرة باش نرتاح فيها، ومن بعد نكمل التورني نتاع أمريكا. التحضيرات الجاية إن شاء الله في نترينا هوني باش نحضر التورني أمريكان اللي باش نلعب سان هوزي، تورونتو، سنسيناتي، واليوس أوبن. هذه التورني اللي نورمالمون باش نكون فون فيها، باش خاطر الترتيب نتاعي مهم برشا توا، وأكيد التحضيرات باش تكون في تونس، باش تكون حاضرة هوني، والسخانة نتاع تونس تعاوني نكون حاضر للسخانة نتاع أمريكا. يعطيهم الصحة على التشجيعات هذم الكل، فرحانة اللي أنا تونسية، فخورة اللي أنا نشرف العرب الكل. إن شاء الله نبعث مساج به حلو اللي نجموا يأمنوا برواحهم باش يكونوا يوصلوا البعيد إن شاء الله. سير فخر لي أنا باش نكون المثل للمرأة العربية، وإن شاء الله نكمل في المرة هذه، إن شاء الله كل مرأة عربية تكون فخورة ومتألقة.